إذن مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم الآن إلى المؤتمر الجماهيري بالقاهرة الذي ينظمه المجلس القومي للقبائل العربية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بحضور عدد كبير من مشايخ وعواقل القبائل من جميع المحافظات وعدد آخر من نواب البرلمان والشخصيات العامة. فإلى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، من استعان به أعانه، ومن تكبر عليه أذله وشانه، وقصمه وهانه. ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين صلاة تزين بها المجالس وتشرح بها صدر كل جالس. الحمد لله الذي أحكم الأمور وقدرها، وقدر الأشياء ودبرها، ودبر الموجودات وصورها، وصور الخليقة وأظهرها، وصير السحاب وأمطرها، وأسقى الزروع وأثمرها، فأحيا الكائنات جميعا. بداية بالأصالة عن نفسي وعن أهالي بلدتي عرب العايدة وعن المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بنرحب بمشايخ وعواقل وعمد ومشايخ القبائل العربية، ونهدي تحية مباركة إلى سيدنا رسول الله. يشرفني رسول الله أني وقفت العمر أمتدح الكرامة، فمدحي فيما رسول الله عز قد عليت به المقامة. رسول الله يا نور التسامي أضاء الأرض والبيت الحرامة، وهللت المدينة جاء بدر فأنهى بهدايته الخصامة. بالأصالة عن نفسي نرحب بالسادة الحضور من الجهات الرسمية السياسية والبرلمانية والأمنية بمركز ومحافظة القليوبية، ونخص بالشكر والتقدير الأستاذ الكبير والعلم الشهير والبحر الغزير والعلم الوفير معالي الربان عمر المختار، ونذكر ونخص بالشكر أخي وصديقي وحبيبي وعائلتي جميعا، عائلة شاحتة الممثلة في الحاج حمدي. ربنا يطيل لنا في عمره ويبارك له هو واولاده وعائلته اجمعين. وجئنا اليوم نقول ان شاء الله بكل امانه نعم لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقولها جميعا والحمد لله. اذا مشاهدينا الكرام، تابعنا واياكم جانب من المؤتمر الجماهيري بالقاهره الذي ينظمه المجلس القومي للقبائل العربيه لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسيه المقبله، وذلك بحضور عدد كبير من رجال الدوله ومشايخ وعواقل القبائل من جميع محافظات الجمهوريه.